السلام عليكم. شازام نزل اعلان الجزء الثاني من فيلم شازام، والاعلان كان رائع جدا جدا، فانا قررت ان انا هعمل مراجعه وافكركم بالجزء الاول، وهنعمل تريلر رياكشن ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، ممكن تنزل تزامنها مع الحلقه دي او الحلقه الجايه عن الجزء الثاني، بحيث وانت بتتفرج على الاعلان تبقى انت برضو افتكرت احداث الجزء الاول كده من الفيلم، لانه بصراحه فيلم رائع جدا. يا ريت بقى لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه دي لما تنزل، تعمل لايك برضو كده للحلقه لان انا واثق ان شاء الله انها عجبك. ويلا بينا نبدأ في حلقتنا النهارده. شازام فيلم شازام او شخصية شازام من عالم دي سي، والفيلم من نوعية الكوميدي السوبر هيرو. هو بيتكلم عن طفل تاه من امه وهو صغير، وبقى بيتنقل من الفوستر كير اللي هو على نظام التبني بتاعهم في امريكا، من بيت لبيت لبيت لبيت، لانه هو مشاغب وعايز يدور على امه، فكل شوية يهرب من بيت لبيت لحد ما بيقع تحت في طريقه كده بيت من ابوين فيه دفء شوية، والبيت ده فيه 5 اطفال من اعمار مختلفة، وبتبدأ مغامرة جديدة. ففي يوم يعني بيلاقي نفسه كده بيقابل ساحر اسمه شازام او قوة اسمها شازام، والساحر ده بيديله القوة بتاعته. هنعرف بقى ليه القوة دي هو خدها، والقوة دي بتعمل ايه، اللي هو مجرد ما بيقول شازام بيتحول من طفل مراهق لشخص كبير بالغ بس بعقلية طفل. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلنا الفيلم كوميدي سوبر هيرو، يعني القصه سطحيه تماما، مش سطحيه بالمعنى الوحش، لا سطحيه بالمعنى الحلو، سطحيه اللي هي ما فيهاش عمق بس بسيطه، يعني سطحيه نقدر نقول انها بسيطه، قصه سهله بس في تحدي كبير جدا. اولا الفيلم بطوله زاكراي ليفاي، الممثل ده رائع، الممثل ده بقى قدامه تحدي كبير جدا في الفيلم، او قدم تحدي كبير، وهو ان هو اصلا بيقدم شخصيه طفل بس بجسم راجل كبير. فهنا التحدي ازاي يقنعك انت كمشاهد ان هيلف شحط كبير كده، شخص كبير كده، راجل بالغ بس عقله عقل طفل، عقل مراهق لسه. وهنا كان التحدي الاكبر للممثل اللي نجح فيه على اجمل وجه. وزي ما قلت اللي ساعده ده ان القصه بسيطه، فهو يعني تقلبات في القصه بسيط جدا، فده اللي ساعد الممثل وبشكل كبير. معاه شخصيه مساعده هو الطفل فريدي، وده بقى اللي قابله مع الدار ده، فكانت برضه شخصيه حلوه جدا انا حبيبها. تقريبا هي من اسمى المشاهد مع البطل، مع الممثل زكريا، يعني هو الطفل ده معاه فمقسم معاه المشاهد كلها تقريبا، برضه فقدمها بطريقه رائعه جدا جدا عجبني. المميزات اللي موجوده في الفيلم العيله، الام الاب، العيله اللي ورا لها، تحس فعلا ان في دفء كده. يعني ايه هو دخل عيله جديده، تحس انهم الاب والام فعلا خايفين عليه، يعني بيحبوهم. فده برضو كان من مميزات الفيلم وبشكل كبير، وعجبني جدا الموضوع ده وحتة الدفء اللي ما بينهم دي كلها. شخصية الشرير بقى كانت سطحية بس مش بس يعني مش بالمعنى الحلو نوعا ما، فهو تحس ان هو كان بيرقص على السلم كده، لا هو واو ولا هو وحش قوي، يعني ما بين البنين، يعني زي ما قلت كده بيرقص على السلم، لا اللي فوق شافه ولا اللي تحت شافه، هو مع نفسه. يعني الدوافع بتاعة الشخصية ماشي، عنده دوافع بس انت ما جبتليش المعاناه، كم المعاناه اللي هو عناها عشان يوصل لدرجه ان هو يقتل ابوه واخوه بالطريقه البارده دي. ماشي ليه دوافع وان هو سبب العجز ابوه، سبب الحادثه وكل حاجه، طيب بس ده اللي انت جبتهولي. اتحول بعدها بقى لشرير زي ده، ان هو يقدر ان هو يقتل ابوه واخوه بطريقه وحشيه، طب فين بقى كم المعاناه اللي على الطريق؟ فين معاملتهم ليه؟ فين اللي هم بيتنمروا عليه طول الرحله؟ ده هنا بقى اللي جاب نقطه الضعف في الشرير اللي ما خلاكش حتى عارف تتعاطف معاه. فهو انت طول الوقت يعني انت ماشي انت ايه يعني اللي انت عملته ده يا عم؟ فكانت انت شخصيه لا عارف تتعاطف معاها، وفي نفس الوقت مش عارف تنبهر بيها وبشكل كبير. You're like a bad guy, right? بس كان السي جي اي والمؤثرات البصريه مع الاشرار كانت رهيبه جدا، اللي هم 7 خطايا اللي بيطلعوا منه دول كانوا رهيبين بصراحه، يعني عملوهم بشكل احترافي جدا، عجبوني جدا وبشكل كبير. برضه نقطة تعيب في الفيلم هو حبكة ان الام وهي صغيرة عندها 19 سنة وبعدها سابته، الام كانت كبيرة، يعني هاتوا حتى طفلة صغيرة صغروها، دي مش واحدة عندها 19 سنة خالص يعني، فكانت الموضوع كان مستفز نوعا ما. المشهد الأخير كان مشهد أسطوري، كان مشهد إيبك كده، هو في الأخر فريدي كده قاعد وشازام بيخش عليه ومعاه سوبر مان، ياه كان مشهد رائع جدا جدا، هما داخلين عشان خاطر الأطفال اللي بيتنمروا على شخصية فريدي، فكان مشهد روعة
حبيته جدا. فالفيلم كوميدي لطيف حلو، مش هتتضايق منه ولا اي حاجه، مش هتفكر فيه كتير. نوعيه الافلام الخفيفه الحلوه، الشخصيات ما فيهاش تعقدات كتير، يعني ما فيهاش عمق قوي اللي انت تبقى انت قاعد متضايق وتفكر بقى جو السوبر هيرو اللي احنا عارفينه ده. لا، فيلم بسيط، شخصيه بسيطه تتقدم، شخصيه بسيطه جدا، القوى الخارقه كويسه، يعني الجزء الثاني هيبقى حلو جدا. انا متنبئ له بشكل كبير، حتى جو السحر والصحراء ما كانش معقد وبشكل كبير برضه. فان شاء الله الحلقه الجايه او بكره هنعمل عنه حلقه ترور رياكشن بقى للاعلان، هنناقشه مع بعض، هنشغله مع بعض ونتكلم فيه واحده واحده، ونشوف هل هيبقى محافظ على تيمه الجزء الاول ولا هيتغير، هل الطفل هيفضل هو طفل زي ما هو وروح الفكاهه موجود، نفس الكوميديا هتبقى موجوده ولا لا، وهيبقى في تحديات تانيه جديده ولا لا. هنشوف نتعرف على شرير الجزء الثاني هيبقى ايه نظامه، هل هيجيبوا مصدر مثلا القوه دي ايه، شازام، السحر شازام، هل هيعرضوا لنا مصدرها ايه ولا سببها ايه. كل ده اكيد المفروض حاجات من المتوقع انها هتتناقش في حاله الاعلان، يعني في الاعلان بقى هنشوفها. يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش الاعلان، بس هشوفه ان شاء الله، ويعني هظبطه كده وافصصه، وهنعمل حلقه ترو رياكشن مع بعض باذن الله، نفصصه ونتوقع احداث الفيلم الجزء الثاني، لان زي ما قلت انا حاطط عليه امال كبيره جدا ومنتظره وبشكل كبير. ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده. يا ريت اللي شاف فيلم شازام الجزء الاول يقول لي ايه رايه فيه في الكومنتات، يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده اول ما تنزل. ما تنساش تتابعني على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.